صباح الفل. يا سلام على الدخلة السينمائية دي. جدا عايشين لمخزة دينا هو لمخزة المية في حنفية قدام من تبع السكة الحديد بيملوا منها وعايشين لمخزة لنا حوالي 45 سنة ولا 50 سنة في المنطقة دي. ما حدش جه كذا رئيس حي وجه كذا محافظ ولا حد عمل لنا أي حاجة نهائي ونعيش ما فيش حد في دولة ولا في حاجة تعبان نهائي غير إحنا هنا دولتنا ومبسوطين. 270 ألف مصري في 16 قرية في الصعيد ما عندهمش مية. بصدقة جارية منك قبل نهاية 2016 حياتهم هتتغير. انت النهاردة في مكان مش موجود في أي حتة لا في مصر ولا برا مصر. الإبداع في التصميم والتخطيط بيخرج مرة واحدة بس كل 20-30 سنة. بيفكر إزاي يحول الرمل لذهب. بياخد المكان يكاد يكون مكان ميت بيخلي المكان ده جنة. أول ما بدخل مدينتي بحس إن أنا دخلت في مكان تاني بدنيا تانية. أنا عايشة في إنجلترا معظم حياتي وأول سكن فكرت إن أنا أسكن في مصر كان في مدينتي. مفيش مكان في جنوب مصر العربية زي الرحاب ومدينتي إلى الآن مفيش. مدينة من أجمل المدن على مستوى العالم. ايه المشاكل اللي انت بتعاني منها هنا؟ الصرف الصحي. هذه الشريحة غير قادرة على تأمين غذائها وكسائها وتعليمها وصحتها ومسكنها. حقائق ذكرها تقرير التنمية البشرية الصادر عن وزارة المالية المصرية. منطقة أبو حشيش شمال القاهرة تجسد ما ذكره التقرير. هنا الحياة حلوة، مفيش تلوث، مساحات واسعة بين البيوت. فاهمين يعني ايه برايفسي؟ الشوارع الواسعة والهدوء، التنظيم، المساحات الخضراء. في كيدز اريا في كل حتة غير الجناين. كل حاجة موجودة هنا. مش مضطرين كتير ان احنا نطلع من مدينتي. ممكن اقعد سنة كاملة ما اخرجش منها. واشار التقرير الى ان نصف السكان في الريف بمحافظات الصعيد يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما ادى الى انتشار ما يسمى التعليم المتدني، كما اشار الى ان معدلات وفيات الرضع في الاسر الفقيرة يعد ضعف مثيله لدى الاسر الميسورة. لا احنا عايزين من الحكومة ان هي تهتم بالمكان اللي احنا فيه، ان هي تخلينا توفر لنا حياة ادمية نعيش فيها. 22 مليون مصريين يعيشون تحت خط الفقر. مادام نجحنا يبقى مش مهم بقى السؤال ده بتاع المزيد.